واضح ان بروسيا هنا يريد ان يحافظ على النتيجه. عاليه الكره وتشتت وهدف 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 وهدف. جيف أجيوس مدافع الفريق الامريكي. كل هذه الخبره ضاعت، كل هذه الخبره ضاعت. كره تستقر في شباك براد فيدل، واعتقد هذا الهدف سيشكل منحى، هذا الهدف سيشكل نقطه تحول في المباراه لصالح الفريق البرتغالي، لان الدفاع الامريكي سيفقد ثقته، الدفاعات الامريكيه ستفقد ثقتها تماما مع هذا الهدف. كره عرضيه وجيف أجيوس يحاول يشتتها ولكنه يودعها في مرمى بصوره لا تصدق، لا يصدقها.